قال لي هذا ماله؟ قال لي رقات نصراني. قلت لي كيفاش؟ قال لي رقات نصراني هذا. قلت لي اش نصراني؟ قال لي نصراني نكحتي وقتلتي. قلت لي كيفاش؟ قال لي نصراني نكحتي وقتلتي وديتي 45 مليون ديال امك عليا وخليتي الجاكيطه ديالك. قلت لي ما قاتلش روحي. ديك الهضره قال لي قولها لموت امك. ما حليت الباب ما كيدخل عليا غير والبركاكة ديول ورا ما مازال باقيين حاليا ماتوا منهم جوج وباقي جوج. دخلوا عليا يا صحيبي للبيت خطوني بواحد الشمال عرفتي الان الحالوقة ويرت لي الحالوقة. قال لي هذا كارنيك؟ قلت لي كارنيك. قال لي وكتقول فيها ديال امك؟ طيحوا لي اسناني هما كتشوفوهم. تاخذوا يا صحيبي عالم واش من عالم كانت من الشعار ديال الدخل مفقود وخرج كأنه مولود. ودخلونا صحيبي الشابري فيه 150 160 كان نعسو الشبر. هذا هو الناس هذا هو الناس ونصع هذه حبس غبيني تشعر كلها بحث حاله وقال هذا هو خارج. نهار مشيت اخي المحكمة سنين وانا كنت نهضر نهبط هاد بوكادو اللي قرا معايا في الاخطر. اخي المحترم انا مواطن مغربي من مواليد 56 20 8 1956 خديت مستوى الدراسة ديالي في التروازيام اني في 69 بعد ما نجحت وفرحت وفرحوا معايا الاصدقاء ديالي جيت عند الانسان اللي كنت عايش معاه وكنت كنصحابو الاب ديالي بالام. هذاك النهار اخر عيد اللي كان قال الحسن الثاني الله يرحمه 78 من عيدوش. هذاك النهار عيد قلت ليه الوالد قال لي العام قال لي الله يجازيك بخير انا غنبقى ديري. قال الاصدقاء ديالي خدموا توسطوا قال لي انا ما عندي لا خدمه لا ردمه وجيت خدمه هي في البلغلي وفي البني تبارك ما بغيتيش الباب الحباب. انا ما باك ما ولدتك ما ولدني انا غير ربيتك لحمه. ماتت امك جات امك من الباديه حامله بيك ولدتك عن جداك باك هرب خوارك ما بغاوكش نط انا ربيتك واليوم عندي ما ندير بيك الله يعاونك اعطيني التيسع وجراح عليا يا اخي وانا باقي صغير. واحد النهار هي ثانية ديت راس العام جيت 82 الصباح خديت الصباح 83 كنجي انا ديما القنت ديالي هو البارك دي جور كنجي دائما البارك نريح كنكمي كندي معايا كوير روات كيكة ديال القهوة ولا موناضة. هذاك النهار هي كيوقف عليا انسان السلام عليكم وعليكم السلام قال لي اخويا عطيني شي كارو عطيتي كارو بقينا مريحين قال لي اخويا راني جيعان عطيني باش تعشى. قلت لي هذا منين انت؟ قال لي ودي انا ولد برشيد ومقطع بيا الحبل. انا كنقول لكم الاخوان وياك الثقه في البشر في هذا الزمان. راه جيب كدير فيه الخير وما ديرش كحر الراس سيفتني ب 20 سنه. 20 سنه ما دير فيها لا بيديه ولا برجليه. هجتو ديتو السماط دخلتو كلا شرب كان الخير موجود. وقلت لي شوفوا دمويمتي كل نهار غادي نتلاقاو هنا. كل يوميين كنتلاقى معاه في السمات كنعطيه 5 دراهم. واحد النهار ياس بقى فيا انا يتيم. قلت له خويا الحوسين قال لي نعم. قلت له انت 20 درهم غادي تمشي للحمام وعوم ها حويجات وجي عندي مرحبا بك. ديتو حمام نزالة عام عطيت كستان واحد البركة بكري 100 ريال عام شتو معايا نادك القرصونير ريح كنا شربنا. نهار الاول الصباح كيمشي بحالو 3 ايام نهار 4 ايام بديت كنقلقل فيه كنهزو كنردخو دي لي الايمان اخي وبي ومخازن الكفر. جا واحد المشقوف في المرصى كيجي باش يدير السلع الحوايج كنتخاطفو على الشانقاي. خديت الشانقاي بالسروالو بطاكيتو بجاكيتو الشانقاي درت فيه لاكار ديال المقاطعة زمان وكنعلقها ما كنتسوقهاش البوليس ما كانوش كيتسوقوا لاكارت.
واحد النهار قال لي عبد الرحيم فين امكن يا خويا راني بغيت نمشي للحمام. قلت لي خو راه الحوايج راه انا تروس. قال لي لا اعطيني غير بنلبس. ومشى يا اخي الحمام وعام وجا ريح. الغد قال لي انا غادي نمشي لبرشين. قلت لي علاش؟ قال لي راه عندي شي عائلتي. قلت لي عندك الفلوس؟ قال لي لا خويا عبد الرحيم راه عندي عندي الله يخلف عليك. مشى السيد شتك ما شفتو بكري. ما كانش تحقيق، ما كانش الشرطه العلميه لله الحمد مع الملك الله ينصرو ولا الشرطه العلميه بكري ما كانش. كان بنادم ديال ما ديرش كيمشي. يا منك يا مداري في السجن، يا منك يا مناس تتحكموا بالاعدام وماتوا حنايا والله العظيم. كاين اللي ماهدي الوقت راسو، ما كاين 20 عام 30 عام باطل ما كيعرفوش الله. وشدوني ولد ميمتي وهبطوني نهزوني وطلعوني الفلاقه وانا باقي برهوش. ما طلعوني الفلاقه كتفوني ريا البارة تعلقوني بحال الحاولي دق يا من دق. كنقولي الله يرحم والدينا بالمغنيره اللي ما قاتل. كيقولي انا ارحم دين امهم. كنقولي الله يخلي لك الوالده. كيقولي الله لا يرحم دين امها. قالي انا ما تقولش يا الله. انا قالي الله لا دقينا وطلع السماء ها جلبتو ها برغتو ها بردو ها دمو. انا والله انا الشيطان ما قاتلش. ها جابو سطن وبالو فيه البركاكه حشاك وشري الشيفون والكريزين وكيخشوا لي فم. انا فوطات حتى ركبوا فيا مرض الثقه ثلاث شهور. القرا كانوا غيبركوا لي على حجري انا مصاصتي هاد هادو. جابو مانيط ودار لي خيطان وخيطان 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 وهنا وهنا وداروا لي حشاك في التكر ديالي. ومشى لي قال لي شكون خلق لك هذاك ديال الله؟ قال لي انا غنصيب دين امك عنده غيعطي لك ديال النحاس. انا راه عطي لدين امه ودقوني ثلاث شهور وانا كناكل العصا. عاود جازني قال لي هادي جاكيتك دي جاكيتي ضربني انا من طوري الباندا. علي بابي جيب لي كانت كليميني اللي كانت بكري. الناس اللي كانوا ما كيعرفوش سيدي ربي ما كيعرفوش حق الله ولا النبي ولا اي حاجه ما كاينش صراحة. دوني دوني طلعوني قال لي طلع دين مول البوطوار. مي طلعت البوطوار شناهو البوطوار دي شحال هكا في الدم طفار ديال عبارة الله. قال لي هذا مالو؟ قال لي راه قاتل نصراني. قلت لي كيفاش؟ قال لي راه قاتل نصراني هذا. قلت لي شمن نصراني؟ قال لي نصراني اللي نكحتي وقتلتيه. قلت لي كيفاش؟ قال لي نصراني اللي نكحتي وقتلتي وديتي 45 مليون ديال امك قال لي وخليتي الجاكيطه ديالو. قلت له ما قاتلش روحي. ديك الهضره قال لي قولها لموت امك والناس والعنس بخوشو اللوبيا بخوشها ودو على حقك مشيتي. هادشي راه زمان اخي زمان القمع زمان الديكتاتوريه زمان الديمقراطيه. والوقت اللي كنا نسمعو وكيقول يا الناس عبد الرحيم راه غتخرج راه غيدير معاك الملك مزيان وكنسمع حقوق الانسان وكنسمع حقوق الدوله حق القانون. الوقت اللي خرجت عفا عليا الملك الله يكثر خيره والله يشافيه عفا عليا با مسكين بعام وهذا عفا عليا بعامين. انا رجعت نخرج ما كنتش غنخرج اخي نقولها لك انا من هذا المنبر ما كنتش غنخرج لان عفرتي ما عندي عاد ما نخرج. وصيفطوا لي خوتي براوات في السجن قال لي الا خرجتي عندنا دبر راسك ما تعرفنا ما نعرفوك. وجاني الافراج وخرجت 12 2000 الوقت اللي خرجت من الحبس ما بقيتش تشي في الكيدير دخت لان تبدل عليا الوقت كولوندير ديال الحبس ماشي هو ديال برا. عايشين غير في الحبس ما كنشوفوش السيفين ما كنشوفوش الشمس. هزوني الناس داوني السبيطار محمد الخامس لقيت البوليس لقيت جدارمية. ريحت شي ثلاث ايام نهار اربع ايام جابوني. كي دخلت لمرو سعود قلت له المدينة اشنا هي؟ قال لي هذه اللي ساسفة. قلت له شنا هي؟ قال لي نمرو سعود الخوذة ما خليتهاش الولفة ما خليتهاش رياض الولفة ما خليتوش خيت غير شوكة حمار. خرجت من الحي الحسني كنشوف نمرو سعود خلي جوج طوبيسات حي الحسني 21 و19. الوقت اللي خرجت دار بيضا كبرات بدلت عليا الوقت
دخت ما جيت عند دار سيدي رباني، دقيت عليه دخلني، والصباح اخويا جا عليا مع الربعه الصباح قال لي الباب الحباب اللي ما فيه الباب دفع. ومشيت عند خوتي واحد في المشروع، بت عنده الصباح قال لي ولدي انا ما كنتش المعاطيب نوض عطيني اتساع. وكل ما اخي درت على خوتي لما اختي في تيرود انت وانا في خويا اللي في بشعيب، واليوم كنطلب من الله ومن المحسنين وعلى راسهم امير المؤمنين اذا كان ملك البلاد وكما كيقول ملك الفقراء يديها فيا. راني مريت انا بحالي بحالك، انا اللي مريت سالت من اجرات الملك، انت كتشوف نضرب بعينيك وحنب قلبك، راني كنضيع راني كنضيع سالت الملك، راني كنضيع وكنفوت امري لله وليك كما قال الله سبحانه وتعالى قال لك اطيعوا الله ورسوله واولي الامر منكم.